الرئيس عبد الفتاح السيسي اجتمع امبارح مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء وشارك في الاجتماع وزراء التموين والمالية والتنمية المحلية والداخلية والزراعة ومدير عام جهاز مشروعات الخدمة الوطنية للقوات المسلحة صرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية أن الاجتماع تناول متابعة موقف السلع التموينية والمواد الغذائية الأولية في الأسواق في إطار سيناريوهات التعامل مع تداعيات فيروس كورونا وجه رئيس عبد الفتاح السيسي كل الأجهزة المعنية ببذل أقصى جهد لتوفير السلع الأساسية وتعزيز الاحتياطي الاستراتيجي منها تلبية لاحتياجات المواطنين بالكميات والأسعار المناسبة وإنها تكون متاحة في كل محافظات الجمهورية من خلال جهود ضبط الأسواق وتشديد الرقابة على منافذ البيع وكمان مكافحة الممارسات الاحتكارية مع تعزيز دور أجهزة حماية المستهلك لضمان توفير كل السلع للمواطنين خصوصا مع اقتراب شهر رمضان. اجتمع السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء والسادة وزراء التموين والتجاره الداخليه والماليه والتنميه المحليه والداخليه والزراعه واستصلاح الاراضي والسيد مدير عام جهاز مشروعات الخدمه الوطنيه للقوات المسلحه المتحدث الرسمي باسم رئاسه الجمهوريه السفير بسام راضي صرح بان الاجتماع تناول متابعه الموقف الخاص بالسلع التموينيه والمواد الغذائيه الاوليه في الاسواق المحليه في اطار سيناريوهات التعامل مع تداعيات فيروس كورونا المستجد وقد وجه السيد الرئيس بقيام الاجهزه المعنيه ببذل اقصى الجهد لتوفير السلع الاساسيه وتعزيز الاحتياطي الاستراتيجي منها تلبيه لاحتياجات المواطنين بالكميات والاسعار المناسبه مع اتاحتها في مختلف محافظات الجمهوريه وذلك من خلال جهود ضبط الاسواق وتجديد الرقابه على منافذ البيع ومكافحه الممارسات الاحتكاريه فضلا عن تعزيز دور اجهزه حمايه المستهلك لضمان توفر مختلف السلع للمواطنين خاصه مع اقتراب حلول شهر رمضان المعظم واضاف المتحدث الرسمي ان السيد وزير التموين والتجاره الداخليه استعرض الاحتياطيات الاستراتيجيه للوزاره من السلع الاساسيه مشيرا الى توافرها بصوره كافيه كما عرض في هذا الصدد جهود الوزاره لاتاحه السلع الاساسيه والضروريه بالمنافذ الحكوميه والتموينيه على مستوى الجمهوريه وزياده عدد منافذ التوزيع وسلاسل البيع لزياده المعروض من السلع كما استعرض السيد وزير الداخليه جهود الوزاره بالتنسيق مع الجهات المعنيه في ضبط الاسواق ومنع التلاعب بالاسعار والتخزين بغرض التربح، فضلا عن جهود تطبيق حظر حركه المواطنين على الطرق العامه مع مراعاه الحالات الاستثنائيه التي يتم تسييرها لتخفيف التاثير على الوضع الاقتصادي. وقد اشار السيد وزير الزراعه واستصلاح الاراضي الى ان عمليه انتاج وتصدير السلع الزراعيه لم تتاثر بشكل ملحوظ نتيجه الظروف الراهنه وذلك بالنظر الى الطبيعه المرنه للقطاع الزراعي بالدوله كما أشار السيد وزير التنمية المحلية إلى جهود الوزارة في تحقيق التنمية المستدامة في كافة المجالات التنموية والخدمية بالدولة بينما عرض السيد مدير عام جهاز مشروعات الخدمة الوطنية للقوات المسلحة مساهمات الجهاز في مختلف المشروعات المتعلقة بالأمن الغذائي بالدولة مثل الصوب الزراعية ومزارع الأسماك وتربية المواشي الحية فضلا عن توفير المنتجات الغذائية وإتاحتها على مدار العام بأسعار منتجة. دور مهم جدا بتقوم به القوات المسلحه المصريه في اطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهوريه والقائد الاعلى للقوات المسلحه.